هذه الوقفة جاءت نتيجة لمخرجات الحوار الاجتماعي اللي جريناها مع الإدارة في شهر فبراير، ووعدتنا الإدارة أننا يعني النقابتين الأكثر تمثيلية اللي هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن غادي يكون واحد الاستجابة لهذه المطالب ديالنا بجوج في شهر مارس. حنا انتظرنا حتى نهاية مارس، ما كان حتى شي رد إيجابي من الإدارة، لهذا اضطرينا ونزولا عند رغبة الشغيلة والمطالب ديال الشغيلة التي كانت مطالب إلحاحية، أن ناخذ واحد المعركة نضالية ونبداو بالشارع أولا لمدة أسبوع، ثم إلى ما كان حتى شي استجابة إيجابية من الإدارة غادي نمروا الإضراب الوطني في جميع الموانئ نهار الاثنين 10 أبريل إن شاء الله. هذه الشارة السوداء اللي تتفقوا عليها الإخوان اللي في التنسيق هي كحداد على المطالب ديالنا اللي ما عمرها تحققت، وعدم استجابة ديال الإدارة. احنا سنين وحنا كنتسناو في الزياده، وسنين وحنا عندنا مطالب، وكاين غير سوف يتسويف هو اللي كاين، ما كاين غير سوف سوف سوف. بالمقارنه خصوصا وان كنحسوا بشويه ديال الحقره، حيت المؤسسات المينائيه كيستجبوا لهم دغيا في الزيادات وفي المسائل الاجتماعيه ديالهم، على في حين اننا حنايا كينظروا لنا بواحد النظره دونيه. هذاك الشيء باش الاخوان ديال التنسيق اتفقوا مع الإدارة في إطار الحوار الاجتماعي على شي مطالب، ولكن ما كاينش الاستجابة، خصوصا يعني المطلب اللي هو ملح هو الزيادة. وكنا كنتسناو، داروا معنا في شهر مارس، الاخر ديال شهر مارس غتكون غيكون شي جواب إيجابي. يكون جواب ايجابي، ولكن لحد الان ما كاين والو. اذا داكشي باش اضطر التنسيق ديال المنظمتين باش يخوض واحد المسيره ديال النضاليه اللي كتبدا باليوم بالشاره السوداء، وان شاء الله غندوزوا الاضراب ان شاء الله في السيمانه الجايه الا ما كانش الاستجابه وما اتصلتش بين الاداره. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.